حيا الله الجميع في هذا اللقاء المتجدد، اللقاء الرابع من شرح أسماء الله الحسنى. في الأسبوع الماضي أخذنا الملك والمالك والمليك، وربما نسيت سبحان الله أن أتطرق إلى اسم الله عز وجل المليك. واسم المليك ورد في القرآن مرة واحدة في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مليك مقتدر. وأما مليك فهي أبلغ من مالك، المليك أبلغ من المالك وأبلغ من الملك. وقلنا في الأسبوع الماضي أن الفرق بين الملك والمالك، أن الفرق بين هذين الوصفين أن الملك هو صفة لذاته، والملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله، مثل الرحمن والرحيم. الآن بالنسبة للمليك، فالمليك صيغة مبالغة، إذا قلت سميع بصير رحيم فهذه صيغة مبالغة. والفرق بين المليك والمالك مثل النصير والناصر أو العليم والعالم. فإذا مليك هي أبلغ هذه الأسماء الثلاث. اليوم إلا عز وجل سوف نأخذ اسم القدوس، ولكن قبل أن نأخذ اسم القدوس فقط إضافة أخيرة بالنسبة لثلاثة الأسماء. هناك سبحان الله ابن القيم في شفاء العليل قال: إن من أسمائه الملك، ومعناه أن الملك الحقيقي، معناه الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه. وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال، إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به. وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى، ولا يثيب ولا يعاقب، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يعز ولا يذل، ولا يهين ولا يكرم، ولا ينعم ولا ينتقم، ولا يخفض ولا يرفع، ولا يرسل الرسل إلى أقطار مملكته، ولا يتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه. فأي ملك في الحقيقة لمن علم ذلك؟ وبهذا يتبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منه، حاشاه سبحانه وتعالى. ثم قال: ويأنف أحدهم أن يقال في أمره وملكه ما يقول هو في ربه. وهذا رب على من عطل سبحان الله صفات الله عز وجل أو أسماء الله عز وجل. نبدأ مع القدوس جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما معنى القدوس؟ القدوس له معنيان في اللغة. المعنى الأول: القدوس من القدس، والقدس هي الطهارة سبحان الله. يقال القدس بتحريك، يعني بالتحريك بالفتح، أي السطل بلغة أهل الحجاز، لأنه يتقدس به أي يتطهر به. قال تعالى في محكم التنزيل: ونحن، حاكيا عن الملائكة في سورة البقرة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الزجاج: معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك. ولهذا قيل بيت المقدس أي البيت المطهر، أو المكان الذي يتطهر به من الذنوب. إذن والأرض المقدسة هي الأرض المطهرة، الأرض أسأل الله عز وجل أن يطهرها من أنجاس المحتلين. إذن روح القدس جبريل عليه السلام أي روح الطهارة، لأنه خلق من الطهارة. المعنى الأول الطهارة. المعنى الثاني دائما المعنى اللغوي: القدس أي البركة، والأرض المقدسة أي الأرض المباركة. وهذا هو قول قتادة وذهب إليه ابن العربي. يقول الله تعالى بالنسبة للأرض المقدسة في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآيات. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض التي باركنا فيها هي الأرض المقدسة. إذا بالنسبة للغة إما الطهارة أو البركة، يعني مقدس أي مطهر أو مبارك، هذه لغة. الآن بالنسبة للقرآن الكريم، كم مرة ورد هذا الاسم في القرآن؟ مرتين، في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا في سورة الحشر، في أواخر سورة الحشر. وورد كذلك في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. إذا القدوس ورد هذا الاسم مرتين. ما معنى الآن الاسم في حقه تعالى؟ قال قتادة: القدوس أي المبارك. إذا قلت الله القدوس أي المبارك. وابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك ونبرئك بما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونصلي لك ونقدس لك أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. دائما بالنسبة للمعنى القدوس في حقه تعالى، يقول الغزالي: هو المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير. وقال ابن كثير في التفسير في معنى القدوس: أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. ما هو آثار الإيمان بهذا الاسم؟ عندما تؤمن بأن من أسمائه سبحانه وتعالى القدوس، ماذا يترتب عليه إيمانيا؟ يترتب عليه أولا أن المؤمن الذي يؤمن بهذا الاسم الذي يوحد الأسماء والصفات، أنه يقدس الله سبحانه وتعالى عن النقائص، وأنه يؤمن أن الله عز وجل موصوف بكل صفات الكمال. هذا هو الأمر الأول. فالذي يؤمن بهذا الأمر لابد أن ينزه الله عز وجل من تعطيل الصفات وتعطيل الأسماء، كما فعل يعني من الجهمية والمعتزلة ومن شبههم من الفرق الضالة. الأمر الثاني الذي يترتب عن هذا الإيمان بهذا الاسم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتمم صلاة الوتر آخر صلاة من الليل كان يقول، هذا الحديث رواه أبي بن كعب والحديث صحيح، كان يقول النبي، كان قال أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان ملك القدوس ثلاث مرات. في حديث آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل صوته في الثالثة فيقول: سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس سبحان الملك القدوس، وإضافة رب الملائكة والروح ضعفها أهل الصنعة الحديثية. إذا هذا بالنسبة لهذا الاسم، يكون الاسم السابع. الاسم الثامن السلام. فنبدأ دائما كالعادة، يعني المؤلف رحمة الله حفظه الله دائما يبدأ بالمعنى اللغوي، ثم معنى الاسم في حقه تعالى، ثم يعطيك ما يترتب عنه من سبحان الله الفوائد الإيمانية. اسم السلام. السلام والسلامة هي البراءة سبحان الله. يقول ابن العربي: السلامة هي العافية
قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى قالوا سلاما؟ معناه أي براءة، معناه براءة يعني تسلما وبراءة. وفي الأصل السلامة يقال السلم يسلم سلاما وسلامة. ومنه قول أهل الجنة، أو يعني يقال للجنة قبل ذلك يقال للجنة دار السلام، لأنها دار السلام من الآفات، فليس فيها لا مرض وليس فيها لا موت ولا شيخوخة ولا أي شيء. يقول تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، أي معناه أنه من اتبع هدى الله عز وجل سلم من عذابه ومن سخطه. والمسلم إذا قال السلام عليكم، ما معنى السلام عليكم؟ كثير من الناس سبحان الله يتلفظ بالسلام ولا يعلم ما معنى السلام. إذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم، فكأنك تخبره بأنه أعطيته عهد أمان، كأنه سوف يكون سالما الجناب، سوف تؤمنه من شرك ومن غائلتك، وأن العلاقة بينك وبينه علاقة سلم وليست علاقة حرب. فكثير من الناس من يقول السلام عليكم، فإذا مر الشخص اغتابه وسبحان الله أكل لحمه، والله المستعان. فالمفروض أن الإنسان يعلم قيمة هذه الكلمة العظيمة، كلمة السلام. وورد اسم السلام في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر: الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، المؤمن العزيز إلى آخره. معنى الاسم في حقه تعالى، قال ابن كثير في التفسير: السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقال الألوسي في التفسير: السلام ذو السلام من كل نقص وآفة. وقال الإمام البيهقي: السلام هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته. وقيل هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته. سبحان الله، القرطبي ذكر ثلاثة أقوال. يقول الإمام القرطبي في التفسير: السلام أي ذو السلام من النقائص. ونقل عن ابن العربي، قال ابن العربي: اتفق العلماء رحمهم الله أن على أن معنى قولنا في الله السلام النسبة، النسبة أي تقديره ذو السلامة. ثم اختلفوا ذو السلام من ماذا، اختلفوا بالنسبة لترجمة النسبة في حقه تعالى على ثلاثة أقوال. القول الأول معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص. إذا قلت السلام في حقه تعالى أي الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص. المعنى الثاني هو ذو السلام أي المسلم على عباده في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم في سورة ياسين، هو الذي يسلم على عباده في الجنة. والقول الثالث أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه، فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد، للمؤمنين بل للكافرين ولكل الخلائق، بل يقتص حتى سبحان الله من الشاة التي تظلم، فالله عز وجل لا يظلم عنده أحد. ما هي الآثار الإيمانية بهذا الاسم، اسم الله السلام؟ الله سبحانه وتعالى هو السلام أي السالم من كل نقص وآفة وعيب، فمعناه قريب من القدوس. يعني احنا قلنا القدوس لها معنيين: المبارك والمطهر. والآن بالنسبة لغة، والآن بالنسبة للسلام، فهناك سبحان الله يعني قرب في المعنى بين السلام وبين القدوس. وقيل إن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب في الماضي. القدوس براءة الله عز وجل من جميع العيوب في الماضي والحاضر. وأما السلام فإشارة إن أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمان المستقبل. هذا من الإشارات التي أشار لها أهل العلم. ثم الفائدة الثانية، الفائدة الإيمانية الثانية من بالإيمان بقوله باسمه تعالى السلام،
أن الله سبحانه وتعالى هو المسلم على عباده وأوليائه في الجنة، قال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فالله عز وجل يحيي عباده في الجنة بالسلام عليهم، قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم، وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. فالله سبحانه وتعالى يسلم على عباده، قال تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم. ثم سبحان الله الفائدة الثالثة أن الله عز وجل هو المسلم على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم وطاعتهم له. وهذا الأمر سبحان الله، عندما الله عز وجل يسلم على أنبيائه فهذا يقتدي بأن البشر لا بد أن يذكر هؤلاء الأنبياء بخير لا يذكرهم بسوء. وانظر سبحان الله كيف هذا هؤلاء القوم، يعني في الماضي كانوا قتلت الأنبياء، يقتلون أنبياءهم ويكذبون، والآن سبحان الله تجدهم يسبون نبينا عليه الصلاة والسلام ويدعون يقول نحن نسب كل أنبياء، هذه حرية التعبير. فهذا الأمر سبحانه مقرر في كتاب الله عز وجل، يقول تعالى يعني مسلما على عباده من الأنبياء، يقول في سورة الصافات سلام على نوح في العالمين، ويقول تعالى في الصافات دائما سلام على إبراهيم، ويقول دائما في نفس السورة سلام على موسى وهارون، ويقول كذلك سلام على إلياسين، ويقول تعالى وسلام على المرسلين، نفس السورة سبحان الله في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إذن سبحان الله هذه كلها من الآثار الإيمانية باسم الله عز وجل السلام. والأمر بإفشاء السلام من الآثار الإيمانية المترتبة كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه والحديث الصحيح، قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ليس هناك دخول جنة إلا بالإيمان شرط، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انظر سبحان الله لا تؤمنوا حتى تحابوا، ليس هناك إيمان بدون ولاء وبراء، أن تحب في الله وتبغض في الله، بل هذا هو أوثق وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك كيف تدخل إلى الجنة، ثم يعطيك سبحان الله كيف تحقق هذا الشرط، فقال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انظر سبحان الله، قال الإمام النووي وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذه للمسلمين كلهم من عرفت وإن عرفت ومن لم تعرف، يعني الجميع تسلم على الجميع. فكثير من الناس الآن سبحان الله لا يسلم على من يعرف، بل إذا رأى مسلما في مثلا دكان أو في الطريق أو في مدخل المسجد تجد سبحان الله يتدابر، يعطيه بدبره بظهره حتى لا يسلم عليه، وهذا من أمراض القلوب المنتشرة بين الناس. وإذا رأى الكافر ابتسم في وجهه وتقرب إليه وكان سبحان الله رحيما به، أما إذا رأى المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا من الآثار الإيمانية أن الإنسان يفشي السلام. فهذا ما تيسر اليوم بالنسبة لهذين الاسمين، اسم الله عز وجل القدوس واسم الله عز وجل السلام. موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.